طيب خلينا نرجع لحديثك قبل ما نبدأ في مداخلة اللاعب السابق والإداري الناجح في أوروبا حاليا في مجال الرياضة والمستثمر الرياضي رامون فيجا. كنا بنتكلم عن الشكل الأفضل للرد. حضرتك تعلم الإشكالية اللي موجودة دايما، الأهلي بيحافظ على قيمته والشكل اللائق بيه وأخلاقياته ومبادئ النادي الأهلي حتى في رده على أي تجاوز بياخد السبل القانونية. البعض لما بيبقاش في رد مباشر بالشكل اللي قلنا عليه ان الناس طالبه، بعض الناس بتطلبه اللي فيه تراشق وتجاوزات، ان ما فيش سجال ده موجود وان الاهلي ينزل للمستوى ده احيانا عشان يرد على من يهاجمه بهذا المستوى. في ناس بتقول يا جماعه هو انتوا لما الاهلي بيسكت بنقول حاجه من اتنين، في ناس بتقول هل ده ضعف النادي الاهلي هو كان ضعيف، في ناس بيقولوا هل ده قبول للمعلومه اللي قيلت او للتجاوز في حق النادي الاهلي، هل المعلومه دي او الافتراء ده او الادعاء ده هل ده مبني على معلومات دقيقه او صحيحه؟ وحضرتك بتقول ان دايما بتبقى كذيب وشائعات وافتراءات ما لهاش اي اساس ولا اي سند. طيب ازاي الاهلي حقق المعادله الصعبه انه يحافظ على شكله وقيمته وعرقته واسمه اللي دايما هو بيقود الانديه المصريه والعربيه والافريقيه، وانه يقدر يرد في الاوقات في بعض الاوقات ولا يسمح بالمزيد من التطور؟ المعادله زي ما قلت لك هي معادله صعبه جدا، بس زي ما قلت لك في هنا في يعني الزراعة القانونية، وفي نفس الوقت انت تجيب ناس من نفس الجيل تطلع ترد تبين الاكاذيب دي بالاسلوب بتاعك اللي قائم على الحجة والمنطق والمبدأ، وافضح اللي عامل نفسه يعني بطل وهو مش بطل. يعني اللي طالع يشوه ده بالصورة بيعتمد على ذاكرة النسيان وان الناس مش ذاكرة، ده راجل بيقول لك المباراة اتعملت واتلغت بعد 6 دقايق والمباراة أصلا كملت وخلصت واتلغت بعد 85 دقيقة. هي نفس المباراة اللي شغال عليها التاريخ. مباراة 96، مش هنخلص من 96. مش هتخلص من هدف الكابتن حسن شحاتة اللي هو أصلا ما كانش أحسن من ده أصلا. الدوري كان لسه فيه ماتش أو اتنين. خلاص هم اتبنت الحدوتة والذكرى على الكلام ده. خلاص وفي ناس متقبلة وبيتم الضحك عليها بصورة أو بأخرى، لأنك لما ترجع تشوف مثلا تصريحات او كلام اتقال مثلا من حد بحجم الكابتن حسن شحاته والمنطقيه واللي اتكلم بيها وانه تخرج من المساله دي، لكن هو في اجاده للعب على ايه؟ على وتر الجمهور، وان انا بسير وبسخن وبعمل وبطلع كلها اكاذيب ومغالطات من ناس اصلا يعني كلامها واضح خلاص، الناس اتكشفت بالنسبه لهم. لما يجيب واحد كل همه القضيه ايه؟ القضيه الثانيه اللي شغالها هي قضيه نادي القرن. طب يعني يجيبوا مين طب تاني يقنع انه الاهلي هو القرار؟ تجيب مين؟ تجيب مين ايه تاني؟ هتقعد في القضيه يقول لك ولابد والقتال لاخر لحظه، وانه يا جماعه غلط. يا جماعه الموضوع حسم، دور على حاجه تانيه. بالظبط دور على حاجه، الموضوع حسم انتهى، ما يصحش تقعد فيه العمر تقضي فيه عمرك كله ده على حسبانك انت، وبعدين بتقول ظلمته، ما يصحش كده. يعني انت ايه الهدف؟ طب ما تخلي عادي، يعني ما تخلي عاديه. خلاص انتهى وحسب قانونا، واللي حطوا القانون عملوه وقالوا كل الاتهامات تنال من المهندس مصطفى مراد فهمي بالصوره دي. يعني خلاص مشي مصطفى مراد فهمي وتوفي لرحمه الله تعالى مهندس عام، وكل المصريين في الاتحاد الافريقي مشوا، وكل اللي بيديروا الاتحاد الافريقي دلوقتي مغاربه 100 100 كده 10 10 الناس ارتاحت 100 100 خلاص وصلنا للهدف، هو ده المطلوب؟ خلاص احمد احمد مشي كل المصريين من الاتحاد الافريقي، تعرف كده سعادتك؟ ما خلاش حد الا نادرا. خلاص وتم استبدالهم اما باخوه من المغرب او تونس، غير بقى فرق بقى من يوم غانا وكلام، لكن مصر مش موجودين. استبعد الاغلب الاعم. ايه سبب ده؟ خلاص بقى ما انا هم اعتبروا ان المصريين يعني اتاخدوا في بجمله عسى حياته، وانه دول رجال عسى حياته. يعني ايه عسى حياته اللي كان بيتقال عليه واحد واثنين وثلاثه واربعه وتهاجم تعال انت شوف بقى اللي حصل ده. البطوله بتتقسم وانتوا قاعدين واحنا قاعدين بنتفرج. واحد بيقول لك البطوله الجايه خدها الوداع، يعني ايه خدها الوداع؟ تقول لك اصل اداله وعد، واحنا بنلعب حكشه في الشارع، وانا ما كسبتك المره دي خليك تكسبني المره الجايه. الكلام ده غلط في منتهى الخطوره. يعني عايز اقول لك ايه؟ يعني صراعنا مع بعض على حاجات حسمت وانتهت وصلتنا لمرحله احنا بقينا الاقل في افريقيا. يعني احنا مش ناظرين للخطر ان احنا اصبحنا لقمه سائغه للاخرين ياكلونا اكل، فتفرغنا لصراعات جانبيه وكلام في البعض جرنا للمساله دي لاغراض نفسيه وشخص. هو عنده حقد داخلي داخل مثلا الاهلي فعاوز يطلعه على جات له فرصه، كان نفسه يلعب ما لعبش،